المونديال الاخير، لقاء المانيا والمكسيك. وهدف لهرنانديز، تتقدم به هنا منتخب المكسيك على منتخب المانيا. مش مصدق هرنانديز، ولكن الالمان الحقيقه يعني ضغطوا بقوه. هدف لكلينسمان. المانيا الحقيقه قدموا عروض ضعيفه جدا في هذه البطوله، وان كان طبعا كلينسمان قنص هنا الفرصه، وكامبوس ومحاوله يائسه. ثم هدف رائع 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 للمتخصص بيرغوف. بيرغوف حاطط كره في مأكل، لا تصد ولا ترد.